روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا جمال الصحة. نتحدث في هذا البرنامج عن أمور بتهم الصحة العامة لإلكو ولأفراد عائلتكو، وإن شاء الله تضلكو دائما بصحة وعافية. اليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، بس قبل ما أقدم الموضوع بدي أقدم الضيف. هاي المرة بالعكس، لأن الضيف عزيز على قلبي وأنا حابب يكون معايا على الشاشة أكثر ما نستطيع. أهلا وسهلا بالدكتور منير قاقيش. هلا يسعد مساك دكتور جمال. يا مرحبا. دكتور منير قاقيش، دكتور منير قاقيش كان طبيب ممارس في الأردن لسنوات، عمل في الجيش ثم في القطاع الخاص في عيادته الخاصة، يعمل أيضا في الإعلام في على تشين راديو، له برنامج عن الصحة وله برنامج أيضا على الإذاعة الإيطالية، هو مدير الإذاعة الإيطالية حاليا، بقدم التلفزيون الإيطالي سوري في أوتر. أهلا وسهلا فيك دكتور مونير. هلا يسعد مساكم مساء كل الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. دكتور مونير، صراحة يعني الموضوع اللي نحكي فيه اليوم يمكن يكون تابو بالنسبة لأبناء الجالية العربية للأسف. المواضيع يعني لحد الآن معظم أبناء الجالية العربية أو العرب بشكل عام لا يعتبروا الأمراض النفسية مرض يجب علاجه والذهاب إلى مريض، وللأسف صحيح. يعني القصة اللي بدي أحكيها الآن قد تكون يعني هي يمكن مفتاح لهذه الحلقات، ولكنها قصة مأساوية. في رجل من أبناء الجالية في كندا هون اتصل فيه قبل فترة، أو اتصلت فيه عشان أعزيه، بنته انتحرت عن عمر 25 سنة، بنت شاب صبية ما شاء الله صورها يعني جميلة جدا، وكانت في الجامعة وكل شيء تمام. لما سألته قال لي أصيبت بهذا المرض اللي بدنا نحكي عنه اللي هو ثنائية القطب، وللأسف أهملنا علاجها واعتبرنا أنه الموضوع حالة نفسية وبسيطة، وماما وبابا نحكي معها ونضحك معها وما أخذناها للأطباء. قال لي أنا كتير نادم على الموضوع، فلو بتعملوا حلقة عن البرنامج توعوا الناس. طبعا هو رفض أنه يطلع لأسباب خاصة، وأنا متفاهم بالوضع، بنعزي وبنعزي العائلة، ولكن هذا الموضوع كتير أثر فيه دكتور. يعني للأسف بنت صبية هيك نفقدها، زي ما بنحكي يمكن أمراض السرطان والهاي اللي إحنا دائما ممكن ندفع عليها كل أموالنا، بس ممكن نعيش معها 10 سنين، بس هذا المرض لا سمح الله إذا تطور يمكن يؤدي للانتحار. للأسف الناس برضو يا دكتور هون يعني بحكي كلمة ممكن تكون صادمة لكثير من الناس، كتير بتحكم على الرجل أو الشخص اللي انتحر، رجل أو سيدة أو بنت أو ولد، بالخلص أنه هو فقد حياته، بس مش عارفين شو فيه خلف ذلك، أمراض لم تعالج، وأنه هذا ما كان صراحة بإيده 100%.
خلينا نبدا نحكي دكتور، انا بدي اعطيك اكثر تحكي، لكن حبيت اقدم بهذا الموضوع عسى وعلى ان يعني تصبح هذه هذا المفهوم يتبلور في الجاليه العربيه. تفضل دكتور. طبعا ربنا يعزيهم ويصبرهم، لانه في الواقع يعني فقدان عزيز ابن او ابنه يعني مهما كان شغله مش بسيطه في الواقع يعني. وزي ما حكيت مشكلتنا بجاليتنا العربيه وبالبلاد العربيه، كلمه العلاج النفسي راسا بياخذوها للجنون. تراجع مركز نفسي او مراكز نفسيه راسا بيقول لك مستشفى المجانين. هذه طبعا الظاهره بلشت تتحسن، صاروا يغيروا اسامي المستشفيات لمراكز صحيه للعلاجات النفسيه، يعني عم بيحاولوا بالبلاد العربيه يغيروا التسميات حتى الناس تتقبلها، وعم بيعملوا برامج توعيه كثير كثير، لانه مراحل الانتحار اللي عم نصل إلها كثير عاليه في بلادنا، وكثير امراض مش بس كمان اضطراب يعني ثنائي القطب، في كثير امراض نفسيه برضو بتؤدي الى الانتحار. واذا ما كان في توعيه للناس انه تعرف انه هذا عندك مريض، انه انت لازم تساعده او اللي حواليه لازم يساعدوه، في شيء غلط، انت شايف واحد قريب منك اخوك اختك عم بتصرف تصرف مش طبيعي، ما عم بينام كويس، حركاته مش طبيعيه، فلازم تعرف انه عم بمر بظرف صحي، هذا مش شيء طبيعي. انت بتعرف الانسان كيف بيكون بحياته اليوميه، فلما انت بتشوف في شيء غلط لازم تراعي وتساعد يعني فورا، اذا مش انت مباشره تاخذه للطبيب، تاخذه للاخصائي، تشوف استشير طبيب العائله، حتى تصل لمرحله انه يعني ما تضيع اللي حواليك، ما تضيع عزيز من عندك ببلاش يعني، بروح بحال بلاش فعلا. وللاسف يعني مثلهم متايل في الواقع، و حتى لبعض الحالات مثل حالات الصرع، حالات هذا خاصة إذا بتكون بنت المصابة ما بدهم يظهروها للناس، ما ببطلوا يودوها على المدرسة، ببطلوا يخلوها تروح، حتى هم بينعزلوا عن الناس لأنه بخافوا تجاه نوبة الصرع، بالذات إذا كانت بنت يعني في مجتمعنا، إذا تجاه نوبة الصرع قدام الناس بيقول لك يعني، خاصة إذا الأخوات بكرة ما بتزوجوش، وبتعرف التفكير كيف الناس بياخذوها من بهالنواحي هذه. لكن الاضطراب هذا في الواقع ثنائي القطب لا يعني لا تفسرنا فيه، بيختلف طبعا عن الأمراض النفسية الثانية، وإحنا بنوضحه بطريقة لازم يعرفوا الناس إنه هذا الاضطراب يعني ليش سموه يعني ثنائي القطب، لأنه في عندنا قطبين يعني فوق وتحت، خلينا نتصور قوس زي هلال أو نص دائرة، رأس الهلال في عندنا نوبة الهوس اللي بتبلش فوق، هاي بتكون طبعا الميجر المينيا، وننزل شوية لتحت بصير عندنا الهوس الخفيف أو الهايبومينيا، بعدين لو نزلنا شوي لعند الوسط، وسط هالدائرة هاي، نصل لمرحلة المود الطبيعي، المزاج الطبيعي اللي بيعيشه كل واحد. لو نزلنا شوي رح ننزل لنوع من الاكتئاب الخفيف، ونزلنا تحت رح تنزل للميجر ديبريشن والاكتئاب الحاد. هذه مراحل احنا كلياتنا بنتعرض لتذبذب المزاج، يعني مزاجنا بيطلع وبينزل يوميا، ابن الواحد بيعمل له مشكله بيهبط له معنوياته، بنكد عليه يومين ثلاثه، في هالحاله المزاج بينزل، بعد فتره بخف الواحد وبتروح المشكله، بعد يومين بيجي خبر مفرح بيرفع لك مزاجك، بحسنك، بحس المود تبعك، بتصير تضحك، بتصير اكثر نفسيتك متقبله اكثر. فهاي الذبذبات يعني موجوده بحياتنا، لكن الذبذبات في ثنائي القطب تختلف نهائيا. يعني تصور الساعة قدامك، وساعة 12 لو طلعت على الساعة 12 بالليل، 12 إلا دقيقة بيكون يوم الأحد، 12 دقيقة بيكون يوم الاثنين، ففورا هذا التغير بيصير من حالة نوبة الهوس الحلوة اللي بعيشها الإنسان إنه هو العظيم الضخم الأب، لنوبة الكآبة اللي بتوديه للحزن ولا لا لا لأسوأ حالاته. فبيختلف طبعا بين تذبذب المزاج اللي عندنا بالحالات العادية وبين تذبذب المزاج احنا حتى دكتور. بس لو في عندك سماعة دكتور ممكن، لأنه في عندك وشة بسيطة، إذا في عندك سماعة في البيت حط لنا إياها طبعا، يعني قصدك سماعة يا إذا في مجال. يس يا
طبعا اسمه بالانجليزي بايبولر ديسوردر، نعم وفي بعض الاخوان بيكون المجتمعات وخاصه العربيه لا يهتموا بعلاج الامراض النفسيه. شو بفرق؟ حنجاوب على الاسئله الشخصيه الحديه، هل يورث برضه حنجاوب عليها قريبا ان شاء الله. بس الان يعني مساكم الله بالخير، كل اللي عنده اسئله ممكن يكتبها للدكتور ان شاء الله بجاوب عليها اول باول، بس اعذرونا قبل ما يا ريت تكون على الموضوع حتى ما نشتت الناس ونضيعهم بالموضوع، لانه موضوع مهم كثير وحلو الموضوع انه ناخذ فكره عنه بطريقه سلسه ان شاء الله، وان نوصل المعلومه بطريقه هيك سوفت تصل لكل واحد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله زبط صوتي معك دكتور. نعم. عظيم عظيم. هلا زي ما بتعرف انصاب ناس كثير بهالمرض، وزي ما سمعنا انه شخصيات كبيره بالعالم انصابت منها تشيرشل. طب كيف تشيرشل؟ بريطانيا كانت العظمى في هذاك الوقت لما كان تشيرشل رئيس وزراء بريطانيا وقاد هالبلد، وهو بيعاني من هالحالات النوبات اللي كانت تجي سواء الهوس او الديبرشن. وفي بعض الكتاب بيقولوا حتى نابليون انصاب بهذا المرض. طب كيف نابليون؟ هذا كان مشترك بالحرب العالمية. كيف التفسير بيقول لك انه لما كانت تجي نوبة الهوس، النوبة اللي هو يشعر انه اقوى واحد وانه هو الفعال وما حدا قده، كان يقول للجيش انطلقوا، يحرك الجيش ويعطي اوامر بالهجوم. ولما يبلش تيجي نوبات الاكتئاب ولما يخف الهوس تاعه ويبلش عنده المرحلة الثانية ويصير تدريجي نزول بهالقوة وهالعنف، هذا بده يصير مكتئب. كان يعطي أوامر بالراحة للجيش، يقول مرتاحوا، بحاجة لراحة، بحاجة لتضبيط أموركم. هو بينما شعر أنه مش طبيعي، فكان بس يجي خبر حلو او يجي خبر يرد ينتعش ويرد يعطي اوامر وينطلق من جديد. فكانت تجيها النوبات، وعلى هالاساس يعني قاد الجيش تبعه، قاد الجيش الفرنسي في حرب عالميه يعني زي ما بتعرف. لكن الحاله اللي بدنا نشرحها كويسه اللي ممكن توضح لنا هالمرض هذا او هالاضطراب هذا، الرسام العالمي المعروف الرسام الهولندي فينسنت. هلا اليوم العالمي الاضطراب الثنائي القطب هو ب 30 مارس اللي هو عيد ميلاد هذا الفنان هذا الرسام فينسنت، ولد عام 1853. لما تتدرج معه وتشوف الرسومات اللي عملها، وخاصة رسماته لما كان يجي نوبات الهوس الحادة، هلأ شو كان يعمل؟ كان يعمل رسمات رائعة جدا، ألوان غريبة، ألوان فاقعة لدرجة يعني أنه كان يستطيع يعمل لوحتين باليوم. تصور أنه فنان يعمل من اللوحات الحلوة، عمل آلاف اللوحات، آلاف اللوحات عمل فينسنت. فطبعا في معارض بأوروبا موجود منها لوحاته، اللي بحب يتابع وشوف الموضوع. فهذا فينسنت من الشغلات اللي, اللي, اللي صارت معه، لما تجي النوبات كان يعمل الشغلات العجيبة بالرسمات، ألوان غريبة، تشوف ملامح الوجه غريبة، الألوان اللي بحطها بالعيون غريبة، بتشوف شغلات عجيبة فعلا. وبيوم بيوم كان يعمل لوحة أو لوحتين. هلأ في حالة ما كان عنده الكآبة، إجا خبر أنه أخوه المزوج إجا ولد وسماه فينسنت، فهاي سوت عنده رد فعل إيجابي وصحي من كآبته، وفورا فورا بلش يعمل لوحة. هو طبعا بيقول كيف بيسموا واحد على اسمي وانا المريض وانا المكتئب وانا مش عارف ايش. فسوت عنده رد فعل حلو جدا، رسم لوحة رائعة جدا، اللوحة اللي عملها عمل جذوع شجرة اللوز وهي منورة، لكن رسمها بطريقة كأنه قاعد تحتيها والشجرة فوق، مو شجرة بس الفروع الشجرة، ومبين عليها بس الأوراق البيضة تاع النوار، نوار الشجر، النوار الأبيض اللي أول ما يبلش ينور بالربيع اللوز وبعدين بيطلع اللوز، فبيطلع النوار الأبيض الحلو بنشوفه هالأيام
كثير ناس عم بحطوا شجر اللوز ونوار اللوز، فبيكون هذا النوار هو باعتباره مبعث لحياة جديدة. فالرسمة هو كأنه قاعد تحت الشجرة ورسم هالجذوع، وورا الشجرة بتشوف السماء. يعني تخيل انه قاعد تحت الشجرة الرسمة، هو طبعا هو عم برسم، لكن هو عملها خيال كأنه هو قاعد تحتيها وعملها المنظر الرائع جدا. فهذه من الشغلات الحلوة. هلأ استمر يعمل رسوماته واستمر يعمل شغلاته، لكن للأسف طبعا من الشغلات الفظيعة اللي عملها قطع جزء من إذنه وبعثه لصديقته بمغلف وقال لها احتفظي بهذا الجزء هدية مني إلك، يعني لصديقته. وبالآخر طبعا نهايته كانت الانتحار، أطلق على نفسه النار. وهو شو بيقول؟ بيقول إنه يعني هذا العذاب أو هاي الحزن اللي استمر معاي حتى الممات. يعني قديش عانى طول هالفترة وحتى الممات إنه خلص على حاله وانتحر، وهذا اللي صار مع الصبية اللي حكيت عنها. فأكيد بتكون عانت وأكيد بتكون يعني مرة في مراحل مش بسيطة، عرفت؟ لكن يعني هل من سبب لهذا المرض؟ في الواقع يعني من سبب رئيسي 100% نقول هو سبب اضطراب ثنائي القطب ما في، لكن من أهم العوامل هي العوامل الوراثية وخلل جيني. هلأ المرض بالذات هو يعني عبارة عن خلل في كيمياء الدماغ. تعرف عندنا نواقل عصبية، ومعظم الأمراض العصبية بيصير عندنا مشكلة بالكيمياء الدماغ، فبصير النواقل العصبية تنقل الإشارات غلط، ولما يصير نقل للإشارات غلط بتبلش طبعا الأمور تروح يمين شمال. زي ما مثلا يعني أي مرض عادي، مثلا زي شو بدي أقول لك، أمراض الحساسية مثلا بيصير الجهاز المناعة يشتغل ضد الجسم. نفس الشيء هون النواقل العصبية بصير تودي معلومات خاطئة من وإلى الدماغ، فبصير التفسير من المخ غلط، وبناء عليه بصير طبعا ردود الفعل على الجهاز العصبي غلط، بتبطل تصل المعلومات الصحيحة من الدماغ. هلأ الخلل الكيماوي هذا مهم جدا في حياتنا، في حياة الناس كلها. يعني أي خلل بكيماويات الدماغ رح يؤدي إلى مشاكل كثيرة. هلأ لما بيكون هذا الخلل الجيني أو العامل الوراثي موجود، ممكن يكون حدا من العيلة مصاب أو حامل لها المرض أو حامل لها الخلل الجيني، وعادة بيظل ساكن المرض لسن 18-20 سنة، كثير يعني بيبلش بعمر الشباب يعني هذا المرض. و إذا إجا عوامل محفزة بتبلش النوبات تيجي، سواء غالبا طبعا هي نوبات الهوس اللي بتبلش. نوبات الهوس إشي فظيع، يعني الواحد اللي مصاب بنوبة هوس بحس إنه هو الوحيد بالدنيا، لدرجة إنه في تخيلات إنه هو النبي القادم، هو صاحب العجائب، هو صاحب هذه حالات الهوس الكبيرة. يعني من ناحية دينية حتى مثلا صبية بتكون محترمة ما عندها أي مشاكل، يوم من الأيام تطلع لك ولا هي حاطة حمرة فاقعة، عاملة شعرها أحمر، طلعت نهائي عن الطريق اللي هي فيه، والكل بعرف أنه مش هذه هي صبية اللي إحنا بنعرفها أو اللي هي معروفة. نفس الشيء الشباب ممكن يعمل تصرفات، مثلا صار حوادث كثير في البلاد بتذكرها من أصدقاء مراي، وهذا إنه ببيع بيته اللي هو ساكن فيه بأبخس الأسعار. يعني ممكن يعرضه لأي شخص ولا بربع سعره. وصار في قضايا في المحاكم، ولا يزال حتى هون في قضايا في المحاكم لاسترداد الأموال اللي فقدت بهذه الطريقة، لأنه هو مستعد يروح يشتري دكانة كاملة، يشتري شغلات يمكن يشتريها 5-6 مرات باليوم وهي ما تلزمه. ممكن يدفع شغلات لهيك، يعطي مبالغ هون وهون وهون ويتداين ويعمل عروض ويعمل شغلات ويعلن انه هو بده يعمل كذا وبده يسوي كذا وهو حكي فاضي ما فيش منه. تخيلات كلها اللي موجودة يعني مش بسيطة. ففي ناس بيسألني بيقولي هل هو نفسه الشخصية النرجسية؟ لا، الشخصية النرجسية طبعا موضوع تاني، يعني هذاك الشخص اللي
بده هو يكون بالدنيا، وانه يسخر الناس ل يحكوا فيه ويمجدوه ويعظموه، وهو الوحيد الحلو اللي بدير باله على ناقته وعلى لباسه وعلى شغلات زي هيك. فهذه طبعا بيختلف عن الشخصية النرجسية. طبعا في سؤال سريع، هل في هو نفسه انفصام الشخصية ولا بيختلف؟ لا كمان بيختلف، كمان انفصام الشخصية موضوع ثاني، هذه مواضيع في الواقع نحكي فيها لانه كثير كثير مهمة وعم تعمل يعني تشويش للناس بين الشخصيات، سواء انفصام الشخصية سواء النرجسية، هذه كلها في الواقع زي ما قلت يعني بدها توضيح للناس حتى ما يصير خلط بيناتهم، لانه كل واحدة لها صفاتها وأسبابها ومضاعفاتها ومشاكلها، وكثير منهم بيأدوا للانتحار حتى في المشاكل هذه. فال زي ما قلت يعني بس دكتور ريكاب سريع، هو تذبذب في الحالة النفسية مود المزاج المود المزاج ممكن يكون هاي يعني زي اللي بيحكوا زي اللي ماخذ مخدرات وهو مش ماخذ أي إشي، وبعد ساعة ساعتين أو يوم أو يومين تلاقيه إحباط كامل قاعد بالفرش بدوش يشوف حدا بدوش يحكي مع حدا مختصر. نعم نعم هلا زي ما حكيت هلا قلنا في بالقوس اللي تخيلناه انه عندنا حالة النوبة الكبير الهوس الحاد، وتحتيها بنزل حالة هوس حلوة، يعني هو بيكون متعاون، بيكون كلامه حلو، بيكون فعال نشيط، قادر انه يعمل شغلات يعني من مواهبه بيقدر يعمل شغلات كثيرة. لكن اذا كانت الحادة لا، الحادة بتضيع كل شيء وبتضيع مستقبله المادي، بتسوي له مشاكل مادية مع البنوك مع اهله مع البيئة، لانه كمان بيصير كمان كلامه مرات يكون كلامه بذيء، ممكن يسيء لحدا بكلامه، فراح تعمل له برضه مشاكل عائلية، مشاكل مع الشرطة، مشاكل عارف كيف يعني، فبتسوي له طبعا صعوبة بحياته العادية مع أبنائه مع زوجته مع زوجه. يس نعم نعم نعم. فالموضوع طبعا مش بسيط في الواقع. فلو جيت أخذت الحالة الهوس هذه الحادة، بتلاقيه شخص طبعا صريف زي ما حكينا، بصرف عن جنبه طرف، ما عنده كنترول، ما عنده كنترول على هاي الشغلات، يعني ما بضرب بريك وهو بدفع وهو بيعمل وهو بيساوي. عنده طبعا نشوة الفرح دائما هيك، عنده فرط في التفاؤل، يعني بحس حاله هو المتفائل الوحيد. عنده طبعا خلل في تحكيم العقل، يعني ما بيحكم عقله كويس بالكلام. هلأ بيظل يحكي 24 ساعة، يعني ما بتقدر توقفه دقيقة حتى تقدر تحكي أو تتفاهم معه، لأنه حكي 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 متواصل ما في بعدين حركة. كمان ما بينام، يعني ممكن ينام نص ساعة ويضل يومين صاحي. بتقول منين جاب هالطاقة، منين جاب هالإنرجي هذه اللي موجودة عنده. أفكاره مشتتة كثيرة، عنده تصرفات عدوانية ما في شك، انفعالاته سريعة، انفعالات عصبية سريعة، النشاط الجسمي تبعه غريب جدا زي ما قلت لك، واحد مش نايم بال24 ساعة 5 دقائق، يمكن ينام بس 5 دقائق 10 دقائق وبيقوم كأنه ما معه خبر، و بيستمر بهالتصرف وهالطاقة وهالحركة اللي ما بتنتهي. وزي ما قلنا بيصير عندهم مشاكل أخلاقية، مشاكل مالية، ممكن يطلع بالشارع مشلح، ممكن يعمل شغلات يعني إفراط في الجنس، شغلات كثيرة من هالنوع يعني بتعرضوا لها. بعكس لما بنزل من هالمرحلة هاي ينزل للمرحلة تحتها يصير عندنا مشكلة اكتئاب، فهون طبعا الوضع اختلف، صار عندنا حزن، لأنه الاكتئاب هو حزن، حزن دائم، فبصير عندنا حزن، بصير عندنا فقدان بالأمل، بصير يعني يذم نفسه، بجر حاله، عنده شعور بالذنب دائما، عنده اضطرابات بالنوم، اضطرابات بالشهية، ممكن يأكل كثير، ممكن ما يأكلش، هذاك ما بأكلش لما بكون عنده الهوس الحاد. بتقول كيف عايش هذا، يعني مش سائل لا عن أكل وعن شرب، بس حركة وأكل وحرق متواصل، عرفت؟ بينما لما نزلت هاي المشكلة ودخل بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الكآبة، بلشت هاي الاضطرابات الثانية، مشكلة النوم، توتر، صار النوم يعني مضطرب، ساعات نوم، ساعات أكله كله تغير، صار مرهق، تعبان، ما عندوش حتى
الشغلات اليوميه صار عنده ما في رغبه انه يعمل الشغلات اللي بيعملها كل يوم، لذلك تلاقيه قلقان عصبي لدرجه عنده الام مزمنه بدون سبب، يعني كل شيء بوجعه كل شيء هذا بدون ما يكون في سبب معين، يعني عرفت كيف؟ فهذه الاعراض هيك الرئيسيه يعني لخصناها لكل واحد منهم، يعني للهوس او نوبه الهوس الحاده ونوبه الهوس الهاد. فالسايكل زي ما قلنا لك يعني ببلش بحاله هوس حاده لحاله ما تحت الهوس، يعني خلينا نقول الاخف منها، ولما يصير بوضعه الطبيعي وبعدين حاله الاكتئاب الخفيف للاكتئاب الحاد. وفي الواقع يعني اضطراب المزاج هذا يعني ممكن يكون حاد جدا وممكن يكون اقل حده، يعني مش دائما بنفس الحديه ومش دائما نفس الاشخاص بينصابوا بنفس الطريقه ونفس الحديه، يعني بتشوف تختلف الامور من شخص لشخص من مريض لمريض، لكن بشكل عام حالات النوبات بتكون موجوده بجهتين، لكن قديش بتدوم هون النقطة، يعني ممكن بين الشغلة والتانية بين حالة الهوس الطويلة قديش بدوم عنده، ممكن دوم أسبوع أسبوعين ممكن دوم أسابيع، وبعدين بنتقل للمرحلة التانية بعد ما تبلش هاي الأمور تنزل عنده وبلش يدخل بمرحلة الاكتئاب. زي ما قلنا مش الكل، ممكن واحد تجي نوبة بالعمر، ممكن الواحد تجي نوبة بالسنة، ممكن تجي متكررة، وهون المشكلة إذا تكررت وصار عندنا التذبذب متواصل. يعني هلأ زي ما قلنا احنا التذبذب عندنا بشكل بسيط، يعني لو زي لو خدت الرسم البياني لتذبذب عندنا بتشوف انه بيطلع يوم بنزل هيك، يعني ايام مثلا مش كل يوم بصير عندنا التذبذب بالمجتمع او بالمزاج، بينما هم التذبذب يعني لو اخذنا الخط الاستوائي بنشوف انه الارتفاع حاد جدا في المزاج تبعهم، ولما بصير الاكتئاب بنزل تحت الخط هذا برضه بشكل عميق جدا. فلذلك في فرق بين التذبذب المزاج بحالاتنا العادية والحالة المرضية لاضطراب ثاني القطب. وزي ما حكينا المشكلة الكبيرة هي هالإفرازات الكيماوية اللي بتسبب خللها، بتسبب كل هالمشاكل داخل الدماغ وبالتالي بتنعكس علينا، يعني خلل الناقلات العصبية. إذا في أسئلة حول الموضوع ما بعرف دكتور. أنا عندي سؤال دكتور، معلش أنا الكاميرا مش عارف صار فيها، بس عندي سؤال. التشخيص هذا هل بيصير عن طريق الطبيب ولا إحنا بس ننظر لهاي الأمور ونحاول إنه نطلع عليها، لأنه العلامات اللي حكيت لنا إياها مهمة جدا. في الواقع زي ما صار مع الصبية هذه عم بيصير مع التانيين. أول هلأ لما هو بحالة هوس هو ما بيعتقد انه في بحاجة لطبيب ولا بحاجة لحدا، لانه هو الوحيد بالدنيا، هو القوي، هو اللي بده يصير نبي، هو اللي ما فيش حدا قده. لكن بس تنزل هاي المرحلة وشوف تصرفاته اللي عملها، الامور المالية اللي سواها، هذيك الساعة طبعا بشعر انه في شيء غلط، لكن اللي حواليه هم في الواقع الأساس في التشخيص. يعني إحنا بس نشوف واحد عم بيعمل هالتصرفات هاي الغريبة لازم نحاول بأي طريقة إن نصل لعلاجه، لأنه الأمور إذا ما تعالجت راح تتفاقم وتخلص نهاية الانتحار. لكن إذا لحق المريض هلأ التشخيص بيتم عن طريق طبعا الطبيب أخصائي النفسية، أنت مجرد ما تقدر تأخذه لأخصائي النفسية ويسمع السيرة المرضية. هلأ الطبيب بيعتمد على السيرة المرضية قبل كل شيء بتشخيص الحالة، لأنه هي في الواقع المرآة للوضع، يعني أحسن تشخيص هو السيرة المرضية للمريض. فمن خلال النوبات اللي كانت تيجي والمراحل اللي كان يمر فيها المريض والتصرفات الغريبة اللي كان يعملها، أكيد أخصائي النفسية رح يصل لنتيجة انه هذا الشخص مصاب باضطراب ثاني القطب 100%.
الأهل لهم دور كبير في الواقع في المساعدة على تشخيص حالة المريض. طيب دكتور في عندنا شوية أسئلة. من هاي الأسئلة، هل العلاج بالميديتيشن أو الطاقة الإيجابية لها نسبة نجاح؟ هلا العلاجات يعني السايكولوثيرابي وحتى علاجها لازم إذا كان المريض واصل أو بداية مرحلة الهوس العليا النوبة الحادة لازم دخول مستشفى، لازم يدخل مستشفى. أول علاج له دخول مستشفى، وفي المستشفى لازم يعطى أدوية، علاجه في الأدوية، والأدوية هاي راح تستمر سنوات في الواقع مش يوم ويومين. هلأ في ناس بعد سنتين إذا ما أجتهم النوبة بيوقفوا الدواء، ممكن يتوقف تدريجي، لكن يفضل أنه زي ما حكى فينسنت هذا مرض بيحمل الحزن مدى الحياة، فالأفضل أنه يستمر على الدواء مدى الحياة. وممكن إذا كانت النوبات خفيفة والنوبات الهوس خفيفة، هلأ أهم شيء أن نعالج ذبذبات التذبذب المزاج، هذا النقطة المهمة في العلاج. والتشخيص مهم لأنه إذا ما شخص مزبوط وأخذ علاج لجهة من الجهتين راح يزيد مشاكل المريض. يعني إذا ما تشخص وعطوه علاج مثلا للهوس لحاله ونسيوا الاكتئاب، عملوا للمريض مشاكل ووقع في مطب، هذا إذا ما تشخص مزبوط. وطبعا من العلاجات اللي بيستعملوها الصدمات الكهربائية اللي بتعطي نتائج، ولكن العلاج بالأدوية مهم جدا، والتشخيص بيساعد طبعا كتير الأهل من خلال السيرة المرضية لمريضهم. في حالة مشهورة كتير، أنا بدعو كل الكنديين يطلعوا على اسمها إليسا لام، هي صينية من كندا من مدينة فانكوفر، برضو بسبب هي شخصيا غيرت الأدوية، صارت تخفف من الأدوية لأنها كانت تتوقع أنها كويسة، سافرت على الإيه، مشهورة قصتها، وانتحرت غاد. قصة كبيرة، أنا بدعو الجميع أنكم تقرأوا عنها، لأنها يعني بدها كان أنه متوقع أنه هي حدا قتلها، بعدين بالأخير اكتشفوا أنه عندها هذا المرض، وبسبب الأدوية اللي ما كانت تأخذها فهو هذا اللي سبب المشكلة عندها. هذا الكلام سليم، وفي مثلها متايل وكثير من مرضانا بنعرفهم حتى في بلادنا، ومرضى هون نفس الشيء، كانوا ما يأخذوا الدواء بانتظام لدرجة أنه وقفوا الدواء، وبالآخر نهايتهم كانت الانتحار، والمشاكل العنيفة اللي عملوها، المشاكل الأسرية، المشاكل الاجتماعية، دمرتهم يعني اجتماعيا، وحطتهم في مشاكل مع البوليس ومشاكل ثانية، وبالآخر صار انتحار. حالات كثيرة في الواقع صار في انتحار لما وقفوا الأدوية بدون ما يعلموا طبيبهم، حس حاله أنه كويس، بطل يأخذ الأدوية، وهاي النهاية. طبعا في سؤال يمكن جاوبته أنت بطريقة أو بأخرى، هل ممكن يؤذي الآخرين ويؤذي نفسه؟ نعم نعم نعم، في تصرفات انفعالات عصبية عدوانية موجودة يعني للأسف، ومشان هيك كنا بيقع في مشاكل مجتمعية كثيرة يعني وسيئة في الواقع. نعم، في سؤال من أسماء بتحكي، إذا كان وراثيا فلماذا يقال أن الشخص أو تشخيص الاضطراب الثنائي عند الصغار غير وارد؟ ما فهمت السؤال. هو المرض مستتر، يعني الخلل الجيني مستتر، ما هو يعني شغلة ظاهرة وهي نسبة بسيطة، مش نسبة، مش خلل جيني زي بعض الخلل بيصير بالكروموزومات بيبين مثلا بعض الأمراض اللي بنعرفها، أمراض الدم، أمراض غيره، في عنا مشاكل وخلل بالكروموزومات. لا، هو خلل جيني بسيط، عامل وراثي بسيط، قد يكون يسبب نسبة بسيطة، نسبة مئوية مش عالية جدا، لكن العوامل المحفزة اللي بتظهره، لذلك خلال طفولته ما بظهر أي أعراض وما ببين عليه إشي، عادة ببلش مشاكل معاهم بعد ما تبلش مشاكل الحياة يعني. نعم. يمكن وشبابهم صغار ما عم بتعرض لضغوط نفسية، ضغوط اجتماعية، ماكل، شارب، نايم، كل شيء في بيته، ما عنده مشاكل، لكن لما بتبلش المشاكل العمل والتخريج وما إلى ذلك بيصير
بيجي عوامل تانية اجتماعية بيئية بتأدي لتحفيز المرض وبداية النوبات بما فيها الهلس أو الاكتئاب. نعم. في سؤال، قديش مدتها يعني كم يوم كم شهر بتكون؟ في الواقع من مريض لمريض بتختلف، ممكن الواحد ينصاب بنوبة بالسنة، ممكن الواحد ينصاب بنوبة مدى الحياة، ممكن المشكلة الكبيرة إذا تكررت النوبات وبتبلش في عندك نوبات تقعد لها، نوبة الهوس الكبيرة بتبلش مثلا تقعد لها أسبوعين ثلاثة، ممكن تقعد لها شهر، وكل ما زادت نوبة الهوس كل ما زادت المشاكل، لأنه خاصة الهوس الحاد يعني جدا جدا صعبة، بتكون جدا صعبة لأنه فيها كثير تخريب وصرف وأذى للناس وأذى اجتماعي. لما ينزل الهوس هذا يصل لمرحلة الكآبة، طبعا المريض بقعد خلاص ما له حركة، ما في عدوانية، لأنه خلاص عنده حزن وعنده يأس، ما فيها الانفعالات وما فيها المشاكل اللي بيعملها. طبعا ممكن تدوم الشغلة أسابيع، ممكن تدوم أيام وتنتقل للمرحلة الثانية، ولكن تكرار الحالات في الواقع هي الصعبة. وزي ما قلنا إذا المريض ما تعالج من بداية حالة الهوس الكبيرة راح الأمور تكون صعبة، يعني راح يقع في المشاكل ويصير الحل بعدين too late يعني. طبعا نذكر الجميع أنه إحنا اليوم في حلقتنا بدنا نركز على أحد الأمراض النفسية اللي تعتبر مرض، بنركز انها مرض ويجب استشارة الطبيب ويجب علاجها بطريقة صحيحة، مش نروح عند واحد فهلوجي فتحين يعمل لي شوية عشب ويقول له خلص روح ويقرأ عليهم شوية شغلات وانتهى الموضوع. يا جماعة هذا الموضوع، يعني احنا اللي فتح الموضوع صديق إنا بنته توفت عمرها 25 سنة بسبب إهمالهم لهذا المرض، اللي عرفوا إنه عندها ولكن قال لك خلص يعني إحنا بصيرش فينا. فانتبهوا يا جماعة، هاي أمراض إلها علاج، يعني الحمد لله إلها علاج، فالحرام نفقد ناس بنحبهم بشيء ممكن نعالجه ونعيش معاه ونتأقلم معاه. وأنا حكيتها في بداية الحلقة، لو واحد صار معاه سرطان لا سمح الله ممكن يبيع منزله عشان يروح يتعالج. نعم. فليش ليش واحد خلال 6 أشهر فقد بنته، لو الآن ترجع فيه الوقت أنا متأكد أنه ممكن يبيع مش بس بيته، يبيع كل أملاكه عشان يعالج بنته، والموضوع سهل 100% وأدويته مش صعبة. لازم يعرف أنه هذا مرض، هذا مرض، يعني الهوس هذا اللي بصير لما أنت بتشوف واحد عندك حواليك صديقك أخوك مهما كان عم بتصرف التصرفات الغريبة اللي أنت ما تعودت منه، خاصة يعني قبل 18 عادة، حتى ست بتسأل كمان من أي عمر، هي عادة الأعمار بتبلش بال 18 بال 20 سنة، يعني بالأعمار اليافعة زي ما قلنا. بالفترة الماضية بطفولته ما كان يعمل هالتصرفات، وهيك بلش بيوم وليلة تشوف هالأعمال الغريبة هذه منه، طبعا في شيء غلط يعني، وهون انت لازم تساعد. نعم. هيفا بتسأل، هل كثر الصدمات والسترس والضغوط خاصة عند الإنسان الكتوم ممكن تأثر؟ نعم، هي هاي العوامل المحفزة للمرض، اللي قلنا الجين جاهز، المريض جاهز، شو بدي اقول لك، يعني زي الفتيلة اللي عليها كاز، شو ناقص عود كبريته ولا صح ولع هذا راسا. فمجرد ما تجي هالصدمات هذه او التاثيرات هذه طوالي بتشغل له المشكله الرئيسيه، العامل اللي اجاه هو المحفز لانه يظهر عليه اعراض الهوس. يمكن شوي نركز شوي على العلاج دكتور، لانه في سؤال هون شوي كومبليكيتد. نعم. خلينا نحكي عن العلاج اذا عندك. نعم. اكثر معلومات، لانه اكيد مش بس علاج ادويه. نعم. هلا العلاج الرئيسي في حاله الهوس هو الدواء، ادويه ما في حل، طبعا لازم ياخذ الدواء، والدواء يستمر سنوات وقد يستمر مدى الحياه، لازم ياخذ ادويه. حتى في بعض الادويه بقول لك طب ما هذا دواء للصرع، في بعض أدوية الصرع قد تلزم، يعني في كثير أدوية بتداخل يعني وبتستعمل لهيك أمور، لأنه لما بيحلوا المشكلة بيحلوا مشكلتين، لازم
يضبطوا هالذبذبات اللي عم بتصير، هالتغير المزاج اللي بصير لازم يتنظم. إذا ما تنظم هذا المزاج ما رح نحصل على علاج أو على شفاء للمريض. هلا بالنسبة للعلاج السلوكي والإدراكي اللي سايكوثيرابي بيساعد، لكن الشغلة الرئيسية هي الأدوية. ومن الأدوية اللي تستعمل أو من العلاجات اللي تستعمل في المستشفى لما بدخلوا حالات طارئة، لأنه يعتبر حالة طارئة هذا الشخص اللي بمرحلة الهلوسة بمرحلة النوبة الحادة، هو حالة طارئة زي أي حالة طارئة تانية، فلازم يدخل المصحة ويبلش علاج، وقد يأخذ الصدمات الكهربائية. يعني في بعض الحالات تجاوبت للصدمات العصبية، ما بدنا نوقفه، بدنا نهدي، عرفتي؟ قد يأخذ حقن، قد يأخذ مهدئات معينة حتى نوصله لمرحلة القبول للعلاج، ومرحلة أنه نوقف الذبذبات هذه وما يطلع وينزل عنده الهوس والكآبة في آن واحد. والخلط إذا صار أي خطأ في العلاج أو في التشخيص راح يصير الخطأ طبعا في النتائج، ما في شك يعني. لكن نعم. لذلك احنا بنقول يعني راجع أخصائي النفسية، مش عيب انه تروح أخصائي النفسية وتاخذ علاجاتك. أسماء الأدوية عديدة كثير ما راح نقول نحكي فيها، لأنه شغلة ما بحبوها ويسمعوها الناس قد ما هي كثير كمان. كل طبيب راح يكون لها، وكل دولة كمان تختلف الأسماء، فعشان هيك بلاش. يس 100%. طيب. في سؤال باختصار بقول لي، ماذا سمي ثنائي القطب أو البيو بولر؟ إذا بتحب تجاوبها، وبده يسأل عن الأعراض لو ترجع تحكيها مرة تانية. هلأ زي ما قلنا في البداية هو قطبين، يعني واحد فوق وواحد تحت، مشان هيك سموه أقطاب المرض. هلأ الأمراض التانية ما فيها قطب واحد، يعني في عندك نوع من يعني نوع واحد، جهة واحدة، كآبة واحدة مثلا، بينما هون عندنا نفس المريض عم بتعرض لحالتين. هلأ الحالة الأولى اللي هي الهوس اللي هي الحادة فوق، والتغير اللي بصير لدرجة الاكتئاب، من واحد فرحان ومبسوط والدنيا مش واسعيته لإنسان حزين كئيب عنده شعور بالذنب، كل هالمشاكل هذه طبعا هذا فرق كبير بيناتهم. مشان هيك سموها يعني اضطراب ثنائي القطب، يعني في عنا قطبين واحد فوق وواحد تحت. وقلنا انه الحالة الفوق اللي هي الهوس او المنية، وبعدين النزول شوي شوي نيجي للمرحلة الثانية الوسط اللي هي بكون وضعه كويس ومنتج الشخص، وبعدين بنزل لمرحلة طبيعية بيكون ستيبل المود تبعه زي غيره، وبعدين بصير ينزل لمرحلة الاكتئاب الخفيفة ومرحلة الاكتئاب الحادة. هلأ الأعراض إذا بدنا نعيد له إياها للأخ، عنده إحساس بالنشوة، إحساس بالفرح، ما حدا قده، هو النبي القادم، هو اللي راح يعمل العجائب، راح يغير الدنيا، راح يسوي شغلات، راح يسوي مشاريع، بقول لك انه انا بدي اعمل مشروع الفلاني، بدي اعمل كذا، بدي اطور مدينة سياحية، بدي اعمل شغلات طبعا كلها طبعا في الخيال. وعنده طبعا خلل في تحكيم العقل زي ما قلنا، كلامه متواصل ما بسكت، لما بتصيبه نوبة الهلوسة هذه الكبيرة ما بسكت من كتر الحكي، وما بتقدر حتى توقفه تسمع منه، يعني يسمعك دقيقة ما بوقف، متواصل. هلأ أفكاره متعددة متشعبة، عنده أفكار جهنمية، هو الوحيد اللي بفكر والوحيد اللي بيقدر يعمل، تصرفات عدوانية زي ما قلنا، انفعالات يعني عاصفة بسرعة، بينفعل بسرعة بعصب، ممكن طبعا يأذي زي ما قلنا، عدواني، ونشاطه الجسمي غريب، يعني إنسان ما بينام، ممكن ينام بال24 ساعة، ينام نص ساعة وبتشوفه منطلق وكأنه نايم له يومين، بدون منين جاب هالطاقة هذا الإنسان، كيف هيك عم بيعيش، بينامش نهائي، ما بينامش، فكرش بالأكل، فكرش بالشرب. طبعا في عنده تصرفات لا أخلاقية، في عنده تصرفات مالية خاطئة، بتشرى عن جنبه طرف زي ما قلت له، ممكن يروح يشتري نفس السلعة عدة مرات وهو مش بحاجتها، ممكن يتنازل عن أمواله هون وهون وهون بدون وعي. وزي ما قلنا صار في قضايا كثير
جنائية على الموضوع، وكثير عائلات قدمت للمحاكم شكاوي حتى تسترد أموالها اللي راحت بسبب مرضه. هلا الثاني، القطب الثاني اللي هو القطب السفلي اللي هو الاكتئاب. الاكتئاب قلنا ببلش إما باكتئاب بسيط يعني خفيف، أو بيصير اكتئاب حاد اللي هو طبعا الأصعب الهبي. هلا هذا حزن كآبة، يعني كآبة معنى الكلمة كل أعراض الكآبة موجودة عليه، من حزن، من انعدام بالأمل، ما عنده أمل بأي شيء، عنده كره للحياة، بقول أنا ليش عايش، بيفكر بالانتحار. حتى هو هذا كمان بيفكر بالانتحار، لكن هذا تفكيره بالانتحار لأنه عم بيفكر وهو قاعد أنه شو هالحياة اللي أنا عايشها، شو اللي صار معي. النوم عنده أبدا مضطرب متقلب، ممكن ينام كثير ممكن ما ينامش. الشهية تبعته طبعا مضطربة كمان، مرهق دائما مرهق تعبان، كل شيء بوجعه، بحس بألام بكل محل. شغلاته اليومية اللي كان يعملها، نشاطات اليومية بطل يعملها، صار يكره يعمل أي شيء، فتلاقيه دائما قلقان عصبي. وزي ما قلت لك ألام ما لها يعني أسباب، يعني كل شيء بوجعه، كل شيء بوجعه بس ما في سبب معين يعني تقول إنه هذا سبب. هذول يعني ملخص للأعراض والفرق ممتاز. بين الاثنين، يعني بين الهوس والكآبة لنفس المريض نفس الشخص. ومشان هيك أخذ هالتسمية هاي من ثنائي القطب، أساس إنه واحد فوق وواحد تحت، مشان هيك التسمية هي كان له تسميات كثيرة. كان يسموه الاكتئاب الهوسي، تقلب المزاج، له تسميات كثيرة، لكن اصطلح على البايبولر اللي هو اضطراب ثنائي القطب. القطب في سؤال لو سريعا بس دكتور، هل الإنسان الهادي اللي ما بيهتم لكتير أمور ولا يصاب بالتوتر والسترس تعد حالة مرضية؟ إذا هادي كويس نياله يعني بدناش نقول عليهم تمسح، بس يعني that's good يعني. وهل الوقت بده الواحد يكون هادي لأنه في شغلات كتير بتسبب سترس والسترس بيسبب مشاكل كثيرة يعني؟ عليه بالرياضة، عليه بالأكل الصحي، يعني الرياضة دائما. يعني على اليوم بالرغم من هالجو المطر والثلج قلت لازم أطلع أمشي، يعني مشيت لساعة زمان. طبعا لف حالك وزبط حالك. فيتاميناتنا الفترة هاي احنا يعني نتطرق شوية للكورونا، ما ننسى الدي 3 وما ننسى فيتامين سي يومي وحبة زنك، هذول يعني خاصة للجميع يعني للكل حتى نقوي مناعتنا ونخلي جهاز المناعة تبعنا بأقوى حال. طبعا في سؤال، رفض العلاج لو واحد ما تعالج النهاية للأسف الانتحار معظم الحالات الانتحار. يعني قبل ما ينتحر هو أكيد راح يسوي مشاكل كثير، قبل ما ينتحر راح يسوي مشاكل مالية، راح يسوي مشاكل مع الجيرة، مع الناس، مع المجتمع، مع البنوك، يعني راح يقع في مشاكل تانية قبل ما هذا. وبالتالي طبعا يبروح على السجن، وهناك راح ينحط في مستشفى مصحة عقلية غصبا عنه لأنه صار بالسجن وصار عليه أحكام، يا أنه بنتحر قبل ما يصل لهالمرحلة. نعم. طبعا في كان أسئلة عن فرق بين الأمراض، حنعمل بعض الحلقات عن هاي الأمراض فمش هنتكلم عنها. يا في اضطرابات شخصية كثيرة، فحتى ما نشوش الناس بين هاي وبين زي ما حكيت قبل شوية أنت الشخصية النرجسية والفصام الشخصية، كل واحد في الواقع له عوامله وله أسبابه وعلاجاته. هل في اختلاف بين الأعراض بين الذكور والإناث ولا تقريبا نفس الشيء؟ تقريبا نفس الشيء الأعراض نفس الشيء. إذا نعم. كان بس نسبة الذكور شكلها أعلى الموجودة، لكن كأعراض هي نفسها طالما عندنا العامل الوراثي وعندنا المحفزات. فزي ما قلت لك يعني صبايا كانوا سمعتهم من أحلى ما يكون، تطلع بالشارع مش لابسة، ممكن تطلع بالمايو، ممكن تطلع عامل شعرها زي ما قلت لك أحمر ولا حاطة حمرة غير شكل، شكلها زي شو زي الكراكوز يعني الأرعوز، غريبة جدا. فطبعا هاي مش هي ومش هيك تربيتها ومش هيك، لكن هي مريضة.
يعني هون النقطة اللي لازم يعرفوها الأهل، هاي التصرفات الغريبة لما أنت بتشوف الصبية انقلبت 180 درجة، عرف أنه في شيء غلط يعني وأنه بدها مساعدة. طيب طبعا في سؤال، إذا شفنا شخص بهذه الأعراض إيش نسوي تجاهه وتجاه نفسي وتجاه المجتمع؟ هلأ التعامل طبعا كثير مهم، التعامل مع كل المرضى النفسيين، حتى كيف تعرف تتعامل مع الاضطرابات الشخصية الثانية سواء النرجسية أو انفصام الشخصية، لأنه اللي حواليهم أهلهم بيعانوا من مشكلة التعامل معهم، لأنه هو عنده حدية تبع النرجسية، نفس الشيء عنده حدية، عنده تصرفاتهم المش مقبولة حتى من أهلهم، فما أدراك تصرفاتهم مع الناس التانين. لذلك الموضوع في الواقع التعامل معهم مش بسيط، وكثيرين بحاجة لأخصائيين اجتماعيين يدربوهم على كيف تتعامل مع هيك مرضى، لأنه التعامل إذا كان عن فهم معرفي مزبوط اللي هو بيعمل دور كأنه علاج إدراكي، علاج سلوكي إدراكي، يعني أنت بتقوم بمهمة الأخصائي النفسية حتى تعالج مريضك في البيت، إذا أخذت الأمور ومن مصادر يعني تعلمتها مزبوط بطريقة سليمة. طبعا يعني هذا السؤال أنا بس حطيته مش عشان نجاوبه، لكن أستاذ عوني اعذرنا لأنه ما بدنا نحكي أنه هذا الدواء إله أو مش إله، كله يعتمد على الطبيب المعالج. نعم. في أدوية كتير وفي براندات كتير، هذا الدواء هو مضاد للاكتئاب، بس عشان ما نعطي لأي واحد دواء الآن ويروح ما أخده فننتبه. هل هناك ارتباط بين الصرع وهذا المرض ثنائي القطب؟ لا طبعا، موضوع بيختلف نهائيا، مشاكل الصرع تختلف نهائيا، فيها خلل برضو بكيماويات الدماغ بالنواقل العصبية، لكن الأسباب تختلف. من أسبابها مثلا الحرارة المرتفعة في سن الطفولة فرضا أسباب الصرع، اللي هي فيبرايل كونفلجن، الأطفال اللي بتشنجوا من الحرارة وتكرار التشنج بيؤدي فيهم لنبات الإبيليبسي، الصرع من طفولتهم. الأطفال اللي بيعانوا من نقص الأكسجين أثناء الولادة ممكن يتعرضوا لمشاكل، وفي أسباب كتير، لكن لا الموضوع بيختلف نهائيا. طبعا هذا سؤال أنا بس حطيته بس ما توقع لا أنا ولا الدكتور منير، بنقول كويس ولا رأي، شو رأيك دكتور؟ عن إيش السؤال كان؟ هل ممكن يكون إصابة عين وسحر وشعوذة ومس وجن و... لا في الواقع أنا ما بآمن فيها، مشان هيك يعني لكلامك اللي حكيته قبل شوي إنه ما نروح بهالاتجاه هذا وما نروح نتعالج عند الفتاحين وعند هذا اللي ضحك على الحا كلها ويا ما سووا مصايب للناس. في الواقع هالمعتقدات هاي الخرافات اللي واليوم الحكومات عم بتتابعهم عم بتشوف قديش في مصايب من وراء هدول. يعني هذا سؤال يمكن دكتور غريب شوي، بس يمكن هل يمكن أنواع التطرف الديني تكون أمراض ثنائية القطبية؟ في الواقع هم هدول ثنائي القطب بيحط حاله انه هو النبي القادم، بيحط حاله يعني يعتبر مرض الاعتقادات هذه من 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 اهمها، يعني لما بيكون في المرحله العليا للنوب الجاي في مرحله السيئه للمريض، هذه من المعتقدات تبعه انه هو اللي بده يخلص العالم، هو النبي اللي جاي، هو المسيح القادم، هو النبي القادم، عرفت كيف؟ هذه موجودة فعلا موجودة، مش انه المتطرفين الاسلاميين اللي هم، لا هو نفسه بيعتقد هيك. نعم هو مؤمن في هذا الشيء، يعني هو المشكلة انه يؤمن في، لانه هو المرض يعني بخليه يؤمن بهذا الشيء. هو مرضه، هو مرضه، عرفت؟ وهذا بده مستشفى الحل. بده فورا ادخال، هو حالة طارئة. يعني أنا هون بيحكوا هل هو بيكذب ويمثل، هو ما بيمثل، هو لا 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 بيتقمص الشخصية أبدا، هو بيتقمصها وبيحكي لك إياها بطريقة سليمة، وأبدا أبدا هو النبي القادم، هو كل شيء، وهذا اللي بده دخول مستشفى فورا ما ينترك. طبعا يعني إحنا بس الوقت بلا هذا
أخطاء التشخيص يمكن هاي في كل مرض مش بس في هذا المرض يعني بتصير. نعم هون أخطاء التشخيص الواقع فاحشة، لأنه إذا أعطي الدواء لمرحلة واحدة وانتركت الثانية وما نظمنا تذبذب المزاج رح يقع المريض بمشاكل تانية. فمهم جدا تشخيص حالة المريض، والاعتماد على السيرة المرضية بيلعب دور كثير كثير مهم. دكتور شكله رح نضطر انه نعمل اكثر من حلقة عن الحالات النفسية. هم بيسألوا برضو عن النرجسية، كانوا يسألوا عن اول اشي الانفصام الشخصية، لازم نعمل لانه مهم جدا يكون احنا مؤثرين في هذا المجتمع ونقدر نعطي كأنه آخر شخصية نرجسية رشحوها أنه شخصية نرجسية هو الرئيس السابق ترامب. يعني هاي آخر الشغلات اللي قريتها أنه هو من آخر النرجسيين الكبار يعني كمسؤول يعني. طبعا هذه برضو جوابها الدكتور، هل هناك تصرفات لا أخلاقية؟ نعم ممكن زي يطلع عاري، ممكن يزيد عنده نسبة كثير بالإضافة للمشاكل الجنسية، الإفراط في الجنس كمان. نعم نعم, نعم. في هل مرتبط بأمراض أخرى ولا مش شرط دكتور؟ أمراض أخرى مثل إيش؟ في بعض الأمراض اللي بحالة التشخيص اللي بتساعد بتحفز زي مشاكل الغدة الدرقية مثلا، واحد من المشاكل هذه فبركزوا على فحوصات الغدة الدرقية. الغدة الدرقية بتدخل بكثير مسببات في الواقع، كثير مشاكل، لكن واحد من الأسباب أنه بعزوه أنها بتحفز الإفراط أو إفراطات نشاط أو خلل نشاط الغدة الدرقية. هاي واحد من الأمراض اللي ممكن يعني أنها تحفز. هل الماريخوانا قصدها ممكن تؤدي إلى هذا الاضطراب بشكل مباشر؟ الاضطراب يؤدي إلى استعمال الماريخوانا، الاضطراب يؤدي إلى استعمال الكحول الهاب والمخدرات بشكل عام، الاضطراب نفسه لأنه هو بده يريح حاله فبلجأ للمنبهات هذه، برجع للمخدرات، بلجأ كمان بصير إدمان في الواقع. عندهم كثير وصلوا لمرحلة إدمان ومرحلة إدمان على الكحول، فبهاي الحالة عكسي يعني هم بيلجأوا لهاي الشغلات في الواقع وبصير عندهم إدمان. سؤال جيد دكتور، هل صاحب العلاقة بيعرف إنه مريض وممكن يرفض العلاج؟ وإذا رفض العلاج شو أهله يسووا؟ هلأ إذا كان في مرحلة الهوس طبعا برفض، لأنه أنا الوحيد بالدنيا، أنا اللي بفهم وأنا اللي عندي كل شيء وصحتي زي الحديد وهيني يعني حركاته وأعماله ونشاطه وقلة نومه، فهو ما بيعتقد أنه. لكن لما بتنزل الأمور وبيشوف الوضع، لما قلنا لما بيصل لمرحلة الهداوة والمعدل الطبيعي للمزاج يعني قبل ما يدخل بمرحلة الاكتئاب بيحس هناك أنه في شغلات غلط، وفي بعضهم يعني كان يعني يحكي شغلاته لأهله مثلا انه شو اللي صار وشو اللي صار معي وكيف صار هاي الشغلات ممكن، لكن بحالة الذروة لا ما بعترف. نعم. طب اهله شو ممكن يسووا معه؟ كيف يجبروه على هلا هون المشكلة، الاهل لهم دور كبير، خاصة اذا الاهل عندهم وعي. اذا الاهل عندهم وعي للامور هذه لازم يخذوه بأي وسيلة أو يطلبوا له حتى الطبيب لعنده يعطيه شيء مهدئ اللي يقدروا يعني يسيطروا عليه وينقلوه للمستشفى أو لأقرب مصحة، لأنه إذا ما تعالج وما دخل المستشفى لعدة أيام بده يقعده كم من يوم بالمستشفى حتى تزول النوبة الكبيرة هذه، وبعدين يطلع على العلاج بيكون هدي، بيكون صار يتقبل العلاج، وبيكون مطلوب كمان من أهله يتابعوا علاجه، لأنه ممكن يصير إهمال في العلاج. فهون طبعا الارتداد للموضوع وأنه ترجع النوبات مرة تانية بتكون سهلة جدا وأصعب. أنا دكتور في طبعا أسئلة لسه موجودة ولكن الوقت يداهمنا. يعني إحنا نتمنى للجميع السلامة والصحة، نتمنى لأبنائكم وعوائلكم، ولكن يا جماعة يعني هذا يمكن كل طبيب بيحكي لكم إياه، كل شخص عاقل، لا تهملوا الأمراض النفسية لأنها للأسف قد تؤدي إلى فقدان ناس بتحبوهم. نعم. ناس يعني من عوائلكم،
الأمراض النفسية هي أشياء، حتى نفسك إذا أنت بتشعر بخلل نفسي حاول أنك توصل تحصل على العلاج أو الطبيب المناسب حيث أنه ينظر في الوضع. 100% برضو شغلات الشعوذة والضحك على اللحى ابعدوا عنها، أحيانا يعني بتضر أكثر ما بتفيد. يعني حالات كثيرة شفناها إحنا، الدكتور أكيد شاف حالات وصلت إلى مآسي بسبب طبيعة الوقت. مادة، خسارة مادية، لأنه كمان فيها دفع، يعني ما بعمل لك ببلاش يعني، وبدك تجيب رجل مش عارف مين وراس مين وريشة من درب النعامة وحليب مش عارف شو، يعني المستحيلات يعني بدك. أنا بثني على كلامك في الواقع، لا أبدا هذا واجبي، وأنا بثني على كلامك إنه مجرد أنت ما تشوف عزيز عندك في عنده تصرفات غلط باشر بمساعدته، ما قدرت في الواقع استشير وما تستنى. شكرا لجميع المشاهدين، شكرا للدكتور منير. أنا أتوقع إنه أنا والدكتور منير حنشتغل شوية مع أبناء جاليتنا ونعمل أكثر من حلقة عن موضوع الحالة النفسية، يمكن النرجسية والاكتئاب اضطرابات الشخصية كلها راح نحكي فيها بالمرة فيها بمرة إن شاء الله. إن شاء الله، ومشكورين كثير كثير، مشكور دكتور مرة ثانية. لا هذا على أبدا. نتمنى لكم الصحة والعافية، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير وسلامة وسلام للجميع. شكرا شكرا لكم، شكرا لمحطتكم الرائعة، وعجبني الحلقة الأخيرة عن مع الأخ عامر صمادي، وفعلا أعطيته حقه بأنه هو سفير المغتربين، فكل التحية يعني. بستاهل دكتور، بالسلامة إن شاء الله. سلام شكرا شكرا لكم، شكرا شكرا.